الاتحاد الهولندي لكرة القدم اللي أعلن زيادة عدد الجماهير هنا بحضور في الملاعب بأمستردام لمشاهدة مباريات بطولة أوروبا بعد رفع العدد من كان وقتها 12,000 بقى 16,000 متفرج. برضو يعني لو هنقف هنا دقيقة أو ثانية، يعني القصة كلها إن في زي ما احنا بنقول تناقض بيحصل في العالم على الساحة الرياضية. بعض الدول بتعتذر أصلا إن هي تستضيف بطولات، وشفنا امبارح كوبا أمريكا وقد إيه بعض الدول كانت يعني بتعتذر إن هي أصلا تستضيفها. في الآخر طبعا رسيت على البرازيل، بس احنا برضو بنقول لازم البرازيل تتوخى الحذر. وعلى الصعيد التاني تلاقي بعض الدول بالعكس بتزيد أو بتفتح أصلا فكرة استضافة الجماهير في الملاعب، ففي تناقض شوية. على كل حال أمستردام هتستضيف 4 مباريات في البطولة، 3 منها من دور المجموعات، 1 من دور ال 16. القرار ده صدر بناء على نتائج عدة دراسات وتقييم وضع وباء كوفيد 19 في شهر يونيو، لكن بيترتب برضو على كل المشجعين تقديم أكيد شهادة باختبار سلبي لكوفيد 19 قبل السماح ليهم بدخول الملاعب. برضو بنقول بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 كان إن هي مقرر تقام السنة اللي فاتت، لكن اتأجلت بسبب كورونا سنة تقريبا كاملة، وهتقام خلاص تحددت 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة في 11 دولة أوروبية. فنتمنى إن هي تقام طبعا، ولكن يعني ما يكونش في أي ازدياد في الأعداد الخاصة بكوفيد 19. ده الأمر المهم أعتقد اللي بيهم العالم كله. تعالوا بقى نروح